السيدة السادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية العربية من الفضاء الشادية من أنجمينا على هامش نشاطات وفد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الذي يقوم بزيارة عمل إلى البلاد. فقد التقى الوفد السوداني صباح اليوم بقرية جوز عايشة برجال الأعمال التشاديين من الغرفة التجارية بهدف إطلاعهم على نماذج من أنواع الثروة الحيوانية التي تسخر بها تشاد. سعيد أحمد حسن ولديه المزيد من التفاصيل. مجريات اللقاء ليومها الثالث، ولكن هذه المرة بعيدا عن السياسة، حيث التقى رجال الأعمال والمستثمرين السودانيين بأشقائهم التشاديين العاملين في نفس القطاع في رحلة تنويرية سادها جو البراري الطبيعي بعيدا عن ازدحام العاصمة والفنادق، في جلسة ريفية عاش فيها الطرفان نسيم البادية الصحي، وتعرف رجال الأعمال السودانيين على أنواع مختلفة من الأبقار التي تم تهجينها بأبقار أجنبية من أوروبا وآسيا، والتي تنتج يوميا 30 لترا من الحليب. وأيضا عدة أنواع من الجياد الأصيلة السباقة. وصفنا لهم إذا كان أنينا في تشاد ذاتك عندنا أمكانيات وعندنا مرحلات اللي وصلنا فوقها، والحمد لله هم ذاتك شافوه وشكروا وقالوا أنينا يعني ما بعيدين من مرحلة اللي هم وصلوا فوقها. التشادين بالعام قموا بشيون عن الثروة الحيوانية وبالإنتاج عن البهايم، وفي ده يمكن الحاجة اليوم أنينا وصفناها هي لحظة بس في أشياء البقدر بكونوا في تشاد، ويمكن ده بيشجع الرجال إمال قم من الخارج قم من التشادين يعني بيستثمروا في الجهة دي. أبقار تشادية 100% وخيول أصيلة نالت إعجاب الوفد السوداني الزائر، ولا شك في أن هذا الإعجاب سيكون بادرة خير ينتج عنها الكثير والكثير بعد استثمار مشترك بين البلدين.